أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من المشهد المغاربي، يأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية. إلى العناوين: في ليبيا شد وجذب بين دبيبة وبشاغة على رئاسة الحكومة، والانتخابات أولوية الشعب الليبي. في تونس الرئيس سعيد يمضي في تطبيق قراراته وخصومه يدعون إلى التصعيد. رئيس عبد المجيد تبون يؤكد تأزم الأوضاع مع المغرب، والجزائر ترسم إنجاز طريق الجزائر تندوف زويرات. توسع رقعة الاحتجاجات في المغرب إثر ارتفاع فاحش في أسعار المواد الاستهلاكية. إبراهيم غالي يشدد في قمة بروكسل على ضرورة التسوية النهائية لقضية الصحراء الغربية. وتتابعون في هذا العدد: بحيرة تونغا الساحرة بالقارة الجزائرية ملاد السياح للترويح عن النفس. البداية من الشأن الليبي، حيث دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بحكومة الاستقرار التي كلف فتح بشاغة بتشكيلها من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد. شعبنا الليبي العظيم، إننا جميعا في حاجة ملحة في هذه المرحلة لطي صفحات الماضي ونبذ خطاب الكراهية ومساندة حكومة الاستقرار للقيام بمهامها، وهي مسؤولية مشتركة على كاهل كل الليبيين من أجل بناء دولتهم المنشودة. المصالحة الوطنية هي الأساس لمد جسور التسامح وترسيخ الثقة بين الليبيين في الشرق والغرب والجنوب. أعلن أكثر من 50 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم الخطوات التي أقرها مجلس النواب والمتمثلة في إجراء تعديل دستوري لاختيار بشاغة رئيسا للحكومة الجديدة. واعتبر الموقعون على البيان أن إجراءات مجلس النواب سحب الثقة من دبيبة وحكومته باطلة، لأنها خالفت الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. نتابع في هذا التقرير أهم الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا. بعد 11 عاما من الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، لا تزال ليبيا تعيش تحت وقع الانسداد السياسي. فبعد 10 حكومات متعاقبة منذ بدء الأزمة، سيناريو جديد أبطاله دبيبة وبشاغة، حكومتان تتصارعان فيما بينهما وتسعيان لنيل الشرعية الدولية. ازدواجية الحكم هذه المرة في الشرق والغرب بدأت بعد الإعلان عن انتخاب بشاغة رئيسا جديدا للحكومة، وإعلانه مباشرة البدء في تشكيلها وفق معطى يحظى بالإجماع. أطمئن كل الليبيين أننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تشكيلها وتقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد. الدبيبة الذي أكد من جهته أن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، جدد عدم تركه منصب رئيس الوزراء. لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها. ميدانيا وصل رتل يضم مقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس لدعم رئيس الوزراء دبيبة، وسط محاولة من البرلمان للإطاحة به لصالح مرشحه. القافلة اعتبرها متابعون للوضع بأنها خطر يرجح إمكانية تجدد القتال في ليبيا مع اندلاع الأزمة في أعقاب تحركات في الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافا سياسية مختلفة. بين ثنايا هذا السرد، يرى بعضهم بأن وزير الداخلية السابق في حكومة دبيبة فتح بشاغة متعطش للسلطة، في حين يتحدث آخرون أن دبيبة لا يؤمن أيضا بالتداول السلمي عليها. وبين هذا وذاك، وفي انتظار الثمار الافتراضية لثورة 2011، تغذي هذه الأزمة أجندات خارجية وسط هذه الفوضى السياسية والخليط المؤسساتي، حسب مقال لمجلة لوبوان الفرنسية.
مشهد تهيمن عليه جحافل غير متجانسة من المصالح الخاصة والجشع الإقليمي وأمراء الحرب المتنكرين في زي رسل الوئام الوطني والغنائم التي تحولت إلى ملكيات شبه مستقلة لا شيء ينمو فيها بشكل صحيح متناسق ومتجانس. نتابع في هذه الورقة أهم ما قالوا عن الصراع الحاصل على منصب رئاسة الحكومة الليبية. في تونس يواصل الرئيس قيس سعيد المضيّة في تطبيق قراراته رغم الانتقاد الذي يطاله من قبل خصومه. سعيد اعتبر قراراته مؤقتة وضرورية لإنقاذ البلاد من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة حسب تعبيره. الوضع في تونس لا يهدأ، جمعية القضاة ترفض تشكيل مجلس مؤقت، والرئيس التونسي قيس سعيد يمضي في قراراته ويواصل اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته. مرسوم جديد يمنع القضاة من القيام بإضراب أو أي عمل جماعي من شأنه إثارة إضراب أو تعطيل سير العمل العادي بالمحاكم. كما يحق للرئيس بموجب هذا المرسوم الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم. وقال الرئيس التونسي إن قراراته مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة وتسببت في ركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار. في ظل هذه المعطيات يرى متتبعون للمشهد التونسي أن البلاد لا تزال ترزح تحت عبء تحديات اقتصادية، حيث تواجه تونس أزمة مالية خانقة حذر منها خبراء منذ أشهر، لا سيما مع انهيار مردودية بعض القطاعات الحيوية بما فيها السياحة وإنتاج الفوسفات والفلاحة وغيرها. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الأوضاع مع المغرب لم تتغير منذ بداية الأزمة بل ازدادت تأزما، مشيرا إلى أن المغرب تستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني. ريانا شانجي كونترير، زادت أزمة الأمور. اليوم كاع الجهاز نتاع لا بروباغاندا تاع ولي فيك نيوز نتاعهم هذه من الصباح للعشيه، وزاد دعمتهم اسرائيل اكثر واكثر. شوف المواطن راه عارف كل ما يمس الوحده الوطنيه، كل ما يحاول يضرب الجيش في الصميم، كل ما يحاول يخلق مشكل بين الرئيس والجيش وفلان وفلان، كل من كلها يعني بروباغاندا، جهاز اللي مسخروا الجار للجزائر وزاد دعمه في إسرائيل. الداخل المغربي تعيش عديد المدن احتقانا شعبيا على إثر الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية والبنزين. هذا ودعت أحزاب سياسية وجمعية من المجتمع المدني الحكومة إلى التدخل عاجلا لوضع حد لهذا الارتفاع حفاظا على السلم الاجتماعي. نرى الغلاء يمينا وشمالا فوقا وتحت وشمال وجنوب، ما بقاش الجهه اللي غتلتفت لها وغتلقى فيها شي حاجه ما تزادتش. بهذه العبارات تعلق رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بالرباط المغربية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مؤكداً عدم قدرة ذوي الدخل المحدود على مجابهة هذا الارتفاع الفاحش للأسعار.
هذا وشهدت أيضا أسعار البنزين ارتفاعا استنزف جيوب المواطنين، وعلى إثر كل هذه التراكمات التي أثقلت كاهلهم خرجت احتجاجات عارمة في بعض المدن المغربية للمطالبة بوضع حد لكل هذه الارتفاعات التي تشهدها المواد الاستهلاكية، وضع دعت من خلاله بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني التدخل العاجل من الحكومة حفاظا على السلم الاجتماعي وتجنب الوصول إلى حالة لا استقرار بدل انتهاج سياسة نعمة، في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات المناهضة لتطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني، يعاني المغرب من وضع اقتصادي متأزم خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط، ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية يوما بعد يوم. الحديث أكثر عن الموضوع بتحليل ونقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن الناشط السياسي المغربي أحمد فنان. أولا، كيف تقرأ تهديد كونفدرالية الشغل بتنظيم محطات نضالية ضد استفحال الغلاء وخروج محتجين أيضا في عدة مدن مغربية على إثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة. بخصوص خروج الشعب المغربي إلى الشارع تلبية لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا كان شيء طبيعي بعد هذا الغلاء الفاحش في الأسعار، حيث أن المواطن يتضرر بشكل كبير والقصر الملكي لا يهتم لذلك للمواطن، والحكومة كذلك لا تهتم لأنها محكومة. فالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أحست بأن الشعب سوف يخرج، فهذا الخطوة الاستباقية كي تترأس الحراك، وبالتالي يتحكمون في الحراك كي لا يخرج الحراك عن إطاره ويقوم بإسقاط النظام. فالكونفدرالية أو جميع الهيئات السياسية في المغرب تشتغل من أجل الحفاظ على طيب سيد فن... منصب الملك. سيد فنان، الحكومة يعني المغربية في كل مرة تعد الشعب بوضع إجراءات صارمة لتحسين المعيشة، آخرها وضع استراتيجية للحد من ارتفاع الأسعار، ما رأيك في هذا الوضع؟ الحكومة المغربية لا تفي بوعودها، وهذا أمر طبيعي كذلك لأنها لا تمتلك الحرية، ومن لا يمتلك الحرية لا يمتلك الإرادة، ومن لا يمتلك الإرادة فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء. فهذه الوعود هي تلقت الوعود من صاحب الجهالة أو الملك، وهو كذلك سيد أحمد فنان يقدم الوعود، وهم يقدمون الوعود إلى الشعب، هو يكذب عليهم وهم يكذبون على الشعب وهكذا. فالحكومة لما يكون لدينا رئيس منتخب يحكم المغرب وتكون حكومة منتخبة، آنذاك يحق للمغاربة أن يحاسبوا الحكومة، يحاسبوا سيد أحمد الرئيس. فنان الناشط السياسي المغربي كنت معنا من واشنطن. في موضوع آخر، رفض الاتحاد الأوروبي احتجاج النظام المغربي على مشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في قمة بروكسل. في كلمة ألقاها أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية، أكد غالي أن الوقت قد حان كي يرافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بشكل حثيث وجاد وإيجابي أيضا من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية. للحديث أكثر عن الموضوع بتحليل والنقاش أرحب بالدبلوماسي الصحراوي حدي الكنتاوي، شكرا جزيلا لتلبية دعوة البرنامج. الشكر موصول لكم وأهلا وسهلا بكم. طيب، لو نبدأ النقاش من الدلالات، ربما في مشاركة رئيس الصحراوي إبراهيم غالي في قمة بروكسل، ما رأيكم، ما هي دلالات هذه المشاركة خاصة في الوقت الراهن سيد حدي الكنتاوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ممثلة في أعلى سلطة لها، وهو الأخ الأمين العام ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي والوفد المرافق له، لهو دليل آخر على حقيقة أن الجمهورية العربية الصحراوية العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي هي حقيقة لا رجعة فيها، وهي
عامل استقرار وتوازن، ولكن كذلك الحضور الفعلي والمؤثر والقوي للجمهورية الصحراوية يتماشى ويتعاطى مع تراكمية كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، وأن حقيقة الدولة الصحراوية التي لا رجعة فيها انطلقت من الاتحاد الإفريقي كمنظمة قارية تجمع 55 دولة إلى المحافل الدولية، وهو الحضور في القمة الإفريقية الأوروبية ممثلة في الهيئات الهيئات التنظيمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ولكن هذه التراكمية لا ننسى أننا لسنا بعيدين على حكم المحكمة الأوروبية الأخير وسلسلة يعني القرارات والأحكام التي صدرت منذ تقريبا 7 سنوات لتنتهي بالحضور الفعلي للجمهورية العربية الصحراوية. هذه الأحكام. طيب سيد كنتوي، في هذه النقطة لو نذهب إلى الجانب المغربي، رفع كثيرا لأجل عدم مشاركة الصحراء الغربية في هذه القمة، حتى أن الإعلام المغربي أمس تحدث عن أجندة للرئيس الصحراوي في هذه القمة، وقال بأنه سيلتقي رئيس حكومة الإسباني بيدرو سانشيز. كيف تفسرون هذا الوضع سيد حدي الكنتاوي، خاصة في ظل ربما طي صفحة الصحراء الغربية التي تروج لها المغرب في الداخل المغربي؟ المغرب ينطلق من استراتيجية واضحة، هي أنه أكذب أكذب حتى يصدقوك. نظام المخزن للأسف الشديد لا يمتلك سوى الدعاية والدعاية المغرضة والمقالطات التي يرددها ليل نهار، صدقها هو يريد أن يصدقها الآخرون، ولكن العالم يتعاطى مع المعطيات والدول تتعاطى مع القانون الدولي ومع الشرعية الدولية ومع الهيئات. اليوم نحن في عالم آخر، ليس العالم الذي يريد أن يبقين فيه نظام المخزن المتخاذل ونظام المخزن الذي أباد الشعب الصحراوي. اليوم الشعب الصحراوي يمتلك كل الحق في قيام دولته التي أعلنها في 27 نوفمبر فبراير 1976 كحقيقة وكواقع مقام. اليوم الجمهورية العربية الصحراوية العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي تجلس إلى جانب المملكة المغربية تحت نفس السقف بنفس الحقوق ونفس الواجبات. اليوم الجمهورية الصحراوية شاركت في مختلف الورشات، وأهم الورشات هي ورشة السلم والأمن التي تدخل فيها الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الذي أفاض واستفاض في إبراهيم غالب، أنه يجب وضع حد نهائي ومفصلي للوصول إلى ربما وضع سلمية أو تسوية نهائية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية. سيد حدي الكنتاوي، بطبعة الحال الاتحاد الأوروبي كشريك وكجار للمنطقة المغاربية، الاتحاد الأوروبي الذي بطبعة الحال أوروبا قدمت الكثير من أجل أن تبني اتحاد يضم كل هذه الدول وتكون له هذه المكانة في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي وفي الساحة الدولية عموما، وبالتالي لا يمكنه أن يتقافل عن حقيقة الشعوب المغاربية في قيام اتحاد مغاربي يضم كل هذه الدول. اليوم الجمهورية العربية الصحراوية واقع لا يمكنك القفز عليها. اليوم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعني دولة بكل ما تحمل الكلمة من المعاني، مهما حاول الاحتلال المغربي من إخفاء الشمس بالقرب ومحاولة يعني شراء بعض المأجورين من هنا أو هناك وبعض اللوبيات في الإعلام وفي البروباغندا، لكن الواقع اليوم واقع آخر. باختصار شديد سيد كنتاوي، تداعيات هذه القمة خاصة فيما يتعلق في الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال سيكون لها ما قبلها سيكون لها ما بعدها، وهو زلزال سياسي يعني تحرك تحت أقدام النظام المخزن، ولكن حتى حلفاء أكبر حلفائه في أوروبا وهما فرنسا وإسبانيا اليوم يتأكدوا أن الجمهورية العربية الصحراوية لا يمكن تغيبها، وعليهم أن يختاروا بأن يقوموا بالدور الإيجابي من أجل التسريع بتقرير مصير واستكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية على كامل ترابها، أو أن يستمروا في تحالف مع الشيطان وسيعودوا عليهم بالسلب. نكتفي بهذا القدر سيد حدي الكنتاوي الدبلوماسي الصحراوي، شكرا جزيلا لك على هذه الاستفاضة في لكم. النقاش كنت معنا في موضوع آخر. مشاهدينا الكرام، نتعرف في هذا العدد عن بحيرة في الجزائر، ولاية القالة الجزائرية من أجمل بحيرات العالم بما فيها آلاف وأنواع الطيور، نباتات مائية نادرة وأسماك مذهلة موجودة جميعها في مدينة واحدة، إنها القالة المدينة الجزائرية التي صنفت حظيرتها كمحمية طبيعية
دولية. نترككم مشاهدينا لتتعرفون أكثر على الحظيرة وأهم بحيرة فيها من خلال هذا الروبورتاج. هناك أربع أنظمة بيئية ستريرار pour trouver quatre écosystèmes de le même endroit. Il y a l'écosystème lacustre, dinaire et forestier marin. فيها ثاني ديريس ماتيرات بلانش كانار تريرار يندكي باللي هذه منطقة رطبة. يسرد علي التايلاندي المرشد السياحي للوافدين على تونغا خصائص وأهم ما يميز البحيرة. هنا بهذه الحظيرة يحج السياح للاستمتاع بهذا المحيط والمشاهد الطبيعية الساحرة التي تشد أنظارهم، خاصة في بسط منسوبها المائي الفائض ليعانق أدغال الأشجار والغابات الخضراء المجاورة، إلى جانب سحر حركية الطيور البرية والمائية والتي تقدم كل صباح تحية خاصة أين تصنع معهم الرفقة والتواصل من أجل لقاء آخر. تحولت غابة تونغا في القالة الجزائرية إلى محج لآلاف السياح الأجانب والزوار الذين غيروا وجهتهم إلى هذا المنتجع السياحي الهام للترويح عن النفس وكسر الرتابة السنوية بين أحضان بحيرة تونغا. Le lac est absolument magnifique. C'est partout en Europe, tout le monde connaît le lac Tonga et beaucoup de gens souhaiteraient être à ma place pour pouvoir le regarder. تمتزج ألوان غطاء هذا المحيط الطبيعي الذي تنضم إليه حركة الطيور متنقلة بين الأشجار والرياحين وسباحة البط والإوز فوق سطح المياه وغوصها بين النباتات المائية، إضافة إلى طير النحام الوردي الذي يأتي من كينيا لقضاء فصل الشتاء في الجزائر، وكلها تشكل بساطا طبيعيا في غاية المتعة والجمال الساحر. البحيرة سجلت كمحمية طبيعية ضمن قائمة اتفاقية رمسار الدولية للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية سنة 1999، تحتل المرتبة الثالثة من حيث أهميتها في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد كل من بحيرة الدلتا بإسبانيا وبحيرة كامارغ بفرنسا. بهذه المناظر الطبيعية الساحرة نختم المشهد المغاربي مشاهدينا الكرام، في أمان الله.